لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ونحن في نفس هذا البحث، ونحن في بحثنا هذا منذ ليال، وبحثنا للتذكير فقط كما هي عادتي، أخذ أول دقيقة ثاني دقيقة للتذكير بما مضى حتى لما نكمل الكلام يكون واضح. بحثنا كان كالآتي: احنا عندنا دراسة مقارنة قرآنية بأي طريقة، باعتبار احنا في ايام ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله وولادة سيدي ومولاي جعفر بن محمد الصادق الذي ملأ الدنيا وسلامه عليه. جيد، الى الان اثبتنا من خلال محطات عديدة ان القرآن الكريم لما يذكر غير النبي وآل النبي يذكرهم بطريقة ما، ولما يذكر النبي صلى الله عليه وآله وعترة النبي يذكرهم بطريقة خاصة. هذه الطريقة ما يشاركهم فيها أحد من العالمين، لا يشاركهم فيها أحد من العالمين أبدا. النبي وآله لهم طريقة خاصة في التعامل، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أفضليتهم على غيرهم سلام الله عليهم أجمعين، ويدل على أمور أخرى لها وقتها. أثبتنا ذلك من خلال ثقافة المنة، الإخوة المتابعين يعرفون ماذا أقول. أثبتنا ذلك من خلال أن القرآن لا ينادي النبي باسمه. أثبتنا ذلك من خلال طرق أخرى كثيرة ومحطات أخرى كثيرة، ووصلنا إلى محطة في الواقع سادسة. قلنا القرآن حتى يتكلم عن خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله يتكلم عن جوارح رسول الله، وهذا ما تأتى لغير النبي صلى الله عليه وآله، وهذا كله أثبتناه. خمس محطات أثبتناها كاملة لإثبات هذه الحقيقة. الآن دعونا نبتدئ بالمحطة السادسة لكي نختصر الوقت أو نستفيد من الوقت. هذه المحطة اللي القرآن يفرق بها بين النبي وغيره صلى الله عليه وآله محطة خلقة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه محطة يعني مثل الليالي الماضية أثبتنا أنه كل ثقافتنا ثقافة قرآنية. إحنا أتباع آل البيت كل ما عندنا من القرآن واحدة من عقائدنا الثابتة بالأحاديث المتواترة، مو المستفيضة، المتواترة، أن محمدا وآل محمد خلقهم الله قبل خلق الخلق. هذه عقيدة ثابتة عندنا أتباع آل البيت، لا نقاش فيها، ثابتة راسخة لا نقاش فيها، رواياتها متواترة بأعلى درجات التواتر، أصلا تواتر أعلائي كما يعبرون. هذه العقيدة اللي تميزنا بها أتباع آل البيت هي عقيدة قرآنية، واللي ما يشترك معنا في هذه العقيدة مو قرآني في الواقع، جايب ثقافته من مكان آخر كما هي عادة الغير في الواقع. النبي وآل النبي خلقهم الله قبل خلق الخلق أجمعين، وهذا أمر تميز به النبي وآل النبي صلوات الله عليهم أجمعين، ما موجود لغيرهم. القرآن لما يتكلم عن النبي والعترة يتكلم أنهم خلقهم الله قبل خلق الخلق، هذه عقيدة قرآنية عتروية إذا جاز لي التعبير، ثابتة لا نقاش فيها، وهذا الأمر انفرد به النبي وعترة النبي. وين هذا في القرآن؟ مثلا الله جل وعلا يقول هكذا في سورة آل عمران آية 81 آية 82. الإخوة والأخوات يتابعوني من خلال التلفاز الآن إذا يجيبون قرآني فتحوا أمامهم يطلعون وياي سورة آل عمران آية 81 آية 82 حتى يشوفون كلامي صحيح أو مو صحيح. أنا أطلب من الإخوة والأخوات اللي يتابعوني الآن أن يفعلوا ذلك. أكثركم في البيوت افتحوا القرآن الكريم سورة آل عمران 81-82 شوفوا القرآن ماذا يقول. قبل لا أتلو عليكم الآيات الكريمة خلوني بالبداية أعطيكم سورة عن هذه الآية أو عن هذه الآيتين في الواقع. القرآن الكريم في سورة آل عمران يقول الله جل وعلا في عالم الميثاق، عندنا عالم ذر، عندنا عالم أظلة، عندنا عالم ميثاق، عندنا عالم النور، هاي كلها موجود في الروايات الشريفة وموجود في القرآن. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى إلى آخره، عندنا آيات كثيرة في هذا المجال.
لها وقت آخر إن شاء الله تعالى، وهي ثابتة أيضا في الروايات الشريفة. أنا أتكلم بسرعة حتى أقدر أخذ أكبر مساحة من المعلومات، أتقاتل مع الوقت حتى أعطي معلومات أكثر للإخوة والأخوات، أستفيد من هذه الفرصة المتاحة والنعمة الإلهية، فرصة البث المباشر، فرصة الفضائيات، حتى نوصل هذه الحقائق مو فقط لغير أتباع آل البيت، حتى لبعض أتباع آل البيت، لأن بعض أتباع آل البيت ما عندهم فكرة عن تلك العوالم التي مررنا بها في الواقع، ما عندهم فكرة عن تلك العوالم اللي موجودة في آيات عديدة، لتركبن طبقا عن طبق، أهل البيت هكذا يفسروها، بس مشكلتنا قمنا ناخذ التفسير من زيد وعمرو وتركنا آل محمد، هذا العيب. ولهذا احنا الآن بحاجة إلى رجوع لتفسير القمي، العياشي، برهان سيد هاشم، نور الثقلين، غير ذلك من تفاسيرنا الرواية، تفسير الإمام الحسن العسكري، وهكذا بقية التفاسير الشريفة. المقصود حتى وقتي ما يضيع، تركبن طبقا عن طبق، أهل البيت قالوا هاي العوالم اللي مر بها الإنسان، القرآن أشار إلى هذه العوالم بشبكة آيات، لما أقول ذلك أنا أعني ماذا أقول، بس هاي تحتاج إلى وقت آخر نتكلم بها بصورة مفصلة. جيد، القرآن يتكلم عن عالم الميثاق، إخوة وأخوات التفتولي، وهذا الأمر أنا متكلم به على منبر الحسين كثيرا. القرآن يتكلم عن عالم الميثاق، ومن اصطفاهم الله للنبوة في عالم الميثاق، الله عرض عليهم عرضا، الله عرض عليهم أمرا عظيما، الله عرض عليهم صفقة، بعبارة ثانية صفقة، عقد مع من اختارهم للنبوة، من آدم إلى عيسى بن مريم عرض عليهم صفقة، قالهم يا من اخترتكم واصطفيتكم لخصائص فيكم للنبوة، أنا أعطيكم النبوة وأعطيكم الحكمة، هاي في عالم الميثاق، يعني ما قبل عالم الدنيا، ما قبل عالم الأرحام، ما قبل عالم الأصلاب، في عالم الميثاق. الآن سأتلو عليكم الآية الكريمة، عرض عليهم عرضا جل وعلا، قالهم أنا اختاريتكم يا آدم يا عيسى وما بينهما مرورا بإدريس ونوح وبقية الأنبياء، أعرض عليكم عرضا، أعقد معكم صفقة، أنا أعطيكم نبوة وأعطيكم حكمة، يعني أعطيكم هذين الأمرين في مقابل أن تعطوني أنتم أيضا أمرين، أعطيكم أمرين في مقابل أمرين، توافقون على الصفقة يوم توافقون حتى تمشي الصفقة. آيتان قرآنيتان أثبتا هذه الحقيقة في سورة آل عمران 81-82، إن شاء الله أنتم الآن اللي أمامي فتحتم القرآن حتى نتلو الآيات، لما نتلو الآيات الكريمة يعني لما أعطيتكم صورتها تكون واضحة لما تقروها وياي، تقبلون بهذه الصفقة، أعطيكم أمرين في مقابل أمرين. شوف الآيتان ماذا يقولان، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، في عالم الميثاق، في عالم قبل خلق الخلق، التفتوا جيدا حتى بعد لما تقرون في رواياتنا، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر ثم خلق منه كل خير، لما تقرون في رواياتنا كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، لما تقرون في رواياتنا خلقني الله من صفوة نوره وخلق من نور السماوات والأرض وخلق عليا من نوري وخلق من نور علي العرش والكرسي وخلق الحسن من نوري ونور علي وخلق من نوره اللوح والقلم وخلق الحسين من نورنا وخلق من نوره الجنة والحور العين، ثم شكت الأكوان الظلمة فخلق الله فاطمة فأنارت المشارق والمغارب بنورها. لما تقرؤون هذه الروايات الشريفة، طبعا النبي يقول هكذا، يقول وأنا والله أجل من السماوات والأرض، وعلي أجل من العرش والكرسي، والحسن أجل من اللوح والقلم، والحسين أجل وأعظم من الجنة والحور العين، وبعدين الله أنار الأكوان بنور فاطمة، خلق من نور فاطمة كل شيء، خلق من نور رسول الله كل شيء، أول ما خلق الله محمدا وآله. لما تقرؤون هذه الروايات الشريفة تجدونها موجودة في القرآن، هي موجودة في القرآن الناطق والصامت في الواقع، ولهذا كل ما عندنا من القرآن. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أعطيكم نبوة وأعطيكم حكمة، هذا الطرف الأول في الصفقة. جيد، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، الطرف الثاني في الصفقة، لتؤمنن
به ولتنصرنه. مو هو يؤمن بكم، لا لا، أنتم تؤمنون به. مو أنتم تحكمونه، لا لا، هو يحكمكم صلى الله عليه وآله، هو الحاكم وأنتم المحكومون لرسول الله محمد، طبعا ولآل محمد. هاي الآية مرتبطة بمحمد وآل محمد. لتنصرنه، شلون ينصرونه؟ هم ما موجودين في زمن النبي، ينصرونه من خلال الإمام المهدي عيسى ابن مريم، وزير من وزراء الإمام المهدي. الياس رفع عنه مكان عليا، وزير من وزراء الإمام المهدي. الخضر وزير من وزراء الإمام المهدي. أصحاب الكهف ذا القرنين، غيره 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 غيره. ومن خلال الرجعة وغير الرجعة، وهناك أكو أبحاث مفصلة لها وقتها إن شاء الله، تطرح بصورة مستقلة يعني. الله قبل خلق الخلق حكم النبيين بمحمد وآله، فما بالك بعد خلق الخلق؟ هذه رواياتنا، هذا هو حقنا، هذا هو ما عندنا أيها المسلمون. لا تتصوروا نحن نأتي بهذه الأمور من جيوبنا. احنا إمامنا جعفر ابن محمد الصادق، وهل العلم إلا عند جعفر ابن محمد؟ شرقا غربا، فوالله لن تجد علما صحيحا إلا في صدر جعفر ابن محمد. هو ابن رسول الله. دخل أكمل الآيتين وبعدين أرجع لما أريد أقوله. ولهذا أنا على المنبر هكذا أقول لو لم يكن لرسول الله إلا هذه الآية في القرآن الكريم لفاق بها الأولين والآخرين، فكيف بقية الآيات اللي ذكرناها والتي سنذكر البعض الآخر منها والتي سنتركها في الواقع، لأن يحتاج بحثها إلى ليال وليال 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 حتى ينقطع النفس. هسه لعل البعض يتصور هاي اللغة اللي أقولها أنا لغة شاعرية عاطفية خطاب، لا لا، أتكلم بلغة الحقائق. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. في الواقع أتكلم بواقع. آية ثانية، سبعة أبحر هم تنفد والشجر أقلام إلى آخره، وكل هذا ما يتحمل كلمات الله، وهم كلمات الله العظمى. عيسى كلمة الله في القرآن، كلمته ألقاها إلى مريم. عيسى اللي يصلي خلف المهدي، عيسى المأموم كلمة من كلمات الله، فما بالك بالمهدي الإمام. عيسى المأموم كلمة، فما بالك بالمهدي الإمام. عيسى يصلي خلف الإمام، وهذا بإجماع المسلمين. حتى ابن حجر العسقلاني أنا شفت في كتابه يقول وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله أن عيسى يصلي خلف المهدي. العسقلاني يقول تواترت. زين، إذا كان المأموم كلمة من كلمات الله، إمامه شلون؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ابتلاه بالخمسة، أتمهن إلى الأربعة عشر، إلى الرابع عشر. بحث هذا مفصل، أنا طرح على المنبر آل محمد بكلمات، بحث مفصل له وقته. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. ما اكتفى بإقرارهم، مع أنه لا يتكلم مع أناس عاديين أمثالي، يتكلم مع من اختارهم للنبوة. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، مو لأناس العاديين، ومع ذلك ما اكتفى بإقرار نوح، وما اكتفى بإقرار موسى، وما اكتفى بإقرار عيسى، وما اكتفى بإقرار بقية النبيين. أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أي موضوع خطير هذا، أي حقيقة مرعبة هذه، أي كلام ثقيل هذا.
فكروا أيها المسلمون، ارجعوا إلى ما قاله جعفر الصادق، هاي دعوة خير لكم، أدعوكم للخير، أحب لكم ما أحبه لنفسي كما أمرنا رسول الله بذلك وأئمتنا عليهم السلام بذلك. فكروا حتى أنتم يا بعض أتباع آل البيت، يا من غشوكم بعنوان الثقافة والحداثة، وعلى رأس الثقافة والحداثة إذا كانت في مجال الصحيح، من ضد الثقافة والحداثة؟ لكن غريب أن تكون الثقافة والحداثة في واد والحقيقة في واد، أي ثقافة وحداثة هذه؟ إذا كانت الحداثة في مجال الصحيح أحترمها وأقدرها وأحترم أصحابها وأحترمهم، لكن إذا كان هم في واد والحقيقة في واد وشابك عليهم الأمور من أول، أي ثقافة هذه؟ أنتوا قرآنيين، هذا كتاب ربكم، سورة آل عمران 81 2 ايش ترون تقولوا لي بعد شنو؟ ما أفهم أنا. ما اكتفى بإقرارهم لخطورة الموضوع في مجال أن يكونوا محكومين لرسول الله وهم مؤمنين به، مو هو مؤمن بهم، وهم محكومين إليه مو هو محكوم لهم، هو يحكمهم صلى الله عليه وآله. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا، ما اكتفي بإقراركم، اشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. لا، شوفوا الآية اللي من بعدها، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. آل عمران 82، دير بالكم، مع أن الله يتكلم مع من اختارهم يا إخوان كونوا جديين معي، أنا الحقيقة تخليني أكون هكذا يعني متحمس يعني الواقع كبير، أحسه كبير علي وعلى فهمي وعلى إدراكي وعلى عقلي وأكبر مما أتصور، وهذا مو كلام عاطفي، هذا كلام قرآنكم، كتاب ربكم، أنا أتلو عليكم آيات قرآنية، ماذا تريدون أكثر من ذلك مني؟ بس يظهر هي الحقيقة أكبر مني ومنكم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هو هذا القول الثقيل، سمعوا أنبياء إقرار وإشهاد وأنا معكم من الأشهاد، بعدين يقولون فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أي تهديد ووعيد هذا لحقيقة خطيرة كهذه، وهو الإيمان بمحمد وآل محمد ونصرة محمد وآل محمد. زين، إذا كان الأنبياء محكومين بالإيمان بمحمد وآله ونصرتهم، أنا وياك كيف أيها المسلم؟ ولهذا في يوم الغدير يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قضية خطيرة ثقيلة مرعبة، هذه الآية لها ارتباط بتلك الآية، تبين معنى تلك هذه الآيات اللي أقراها الآن. ولهذا لما ذاك أنكروا رد سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، مسألة ما بتتحمل نقاش، أنبياء حكموا بهذه الطريقة أسميها القاسية أو الخطيرة ما أعرف. أقروا، أقروا، اشهدوا، شهدوا، أنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. شنو من حقيقة خطيرة هذه؟ الطريف، وهذا ما مش اسميه شر البلية ما يضحك، اي والله شر البلية، ما تشوف لك واحد لحيته واصلة الى ركبته وثوبه هم الى ركبته، اللحية والثوب للركبة، يطلع على المسلمين من خلال الفضاء ويقولهم الاعتقاد بالتوسل شرك، الاعتقاد بالواسطة بين العبد وربه شرك، كفر، الشيعة مشركون كفرة لأنهم يعتقدون بنظام الواسطة. يا جاهل، الأنبياء من آدم حتى عيسى ابن مريم ما أعطوا النبوة من دون واسطة محمد وآل محمد، النبوة اللي هو سيد الفيض ما يعطى من دون وساطتهم، كيف بقية الفيض اللي هو مهما بلغ فهو دون فيض النبوة كيف يعطى من دون وساطتهم؟ كيف تفكر أنت؟
غير اسلوب تفكيرك. شنو هالكلام هذا؟ وكل نبوة ما تعطى من دون وساطة محمد وآل كما في سورة آل عمران، غير النبوة من الفيض اللي هو مهما بلغ فهو دون مقام النبوة، كيف يعطى من دونهم؟ ولهذا نقرأ في زيارة الجامعة العالية المضامين الصحيحة السند الثقيلة الوزن خطيرة المعارف، مجمع أسرار آل محمد الجامعة الكبيرة، تقرؤون فيها أنه بكم ينزل الله الغيث، ولم لا والنبوة ما أعطت إلا من خلالهم، بكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، بكم ينفس الهم، بكم يكشف الضر، بكم بكم بكم. هذه حقيقة قرآنية، أتمنى أن تكتب بالذهب زيارة جامعة على مرقد الإمامين الزكيين علي الهادي والحسن العسكري. يظهر أن الإخوة يشيرون إلي بالفاصل، ويظهر أن الوقت أخذنا سريعا ونحن بعدنا في أول البحث، ولهذا من بعد الفاصل سنكمل كلامنا إن شاء الله تعالى، فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي توقفنا عنده قبل الفاصل أحبابنا الكرام هو قول الله تعالى في سورة آل عمران، في هذه الآية الثقيلة المرعبة الخطيرة، أنه الله جل وعلا عرض صفقة على من اختارهم للنبوة، أعطيكم نبوة وحكمة بشرط الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله ونصرة رسول الله وعترته عليهم السلام، وقلنا هذا يثبت حقيقة ما قاله أئمتنا عليهم السلام، وهم الصادقون المعصومون في كل ما قالوا، في كل أقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم وفي كل شؤونهم صلوات ربي عليهم. أخو بعد عندي كان كلام في هذين الآيتين الثقيلتين الكبيرتين في الواقع، ولكن أتركه إلى وقت آخر حتى الوقت يعني لا يأخذنا سريعا وإحنا ما جايبين آيات أكثر، وإحنا في محطة خلقة رسول الله. إذن القرآن لما يتكلم عن النبي وآل النبي ما نربط ببقية النبيين عليهم السلام، بقية النبيين خلقوا فيما بعد، أما لما يتكلم عن رسول الله بداية خلقه وعالم ميثاق، مو مسألتهم خلقوا، لا لا، مسألة الله أجبر النبيين وأمر، بعبارة أدق الله أمر النبيين، أمر النبيين بالإيمان برسول الله في ذلك العالم، فرسول الله مخلوق قبل ذلك العالم صلى الله عليه وآله، وهكذا العترة الطاهرة. القرآن هكذا لما يتكلم عن النبي وآل النبي بعد يتجاوز بقية المراحل، ولهذا أنا والله أهزأ بهذا اللي يتكلم النبي معصوم قبل البعثة وبعد البعثة، هذا والله إيش كنت يضيع وقتنا هذا ويضيع وقته شنو من ترث فكري هذا عنده وترث وقتي في الواقع، ويتكلم محمد معصوم، أي بعثة أي كلام هذا بائس، أي لغة هابطة هذه. بابا آل عمران تتكلم عن عالم الميثاق، أمر النبيين بالإيمان برسول الله وعترة رسول الله، أي معصوم قبل البعثة وبعد البعثة وهالكلام هذا شنو هالكلام هذا؟ يضيع وقتنا هذا الكلام في الواقع. جيد، حقيقة قرآنية أخرى لإثبات هذه المحطة السادسة، خلقة رسول الله المتميزة عن الباقين بأجمعهم في القرآن الكريم، وإحنا في هذه الدراسة المقارنة. مثلا القرآن الكريم لما يتكلم عن نوح، تدرون إن الدين عند الله الإسلام، يعني آدم مسلم، نوح مسلم، إدريس مسلم، الأنبياء كلهم مسلمون، الدين إسلام، ولهذا التعدد مو في الدين، وهذا موضوع هم طارحه أنا على المنبر كثيرا، التعدد مو في الدين، الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، التعدد في الشرائع متعددة، أما الدين واحد، ولهذا القرآن يقول في مورد آخر لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا مو دينا، لا لا، شرعة ومنهاجا، الشرائع متعددة، الدين واحد، الدين هو الكبريات اللي ما تتغير من آدم إلى آخر الخليقة، هذا توحيد دين معاد دين وهكذا. ولهذا القرآن الكريم لما يتكلم عن ولاية أمير المؤمنين يوم 18 ذي الحجة ما يقول اليوم أكملت لكم شريعتكم، قال اليوم أكملت لكم دينكم، ولاية علي دين، دين يعني توحيد، يعني معاد، يعني نبوة، يعني كبريات مفروض على الجميع من البداية حتى النهاية، أكملت لكم دينكم كبريات مو شريعتكم،
المتعددة لكل نبي شريعة، لا دين المقصود. هسه مو هذا كلامي، هذا له وقت آخر. وأمرت أن، نوح عليه السلام، وأمرت أن أكون من المسلمين، هكذا يقول القرآن على لسانه، وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا نوح. مثلا إبراهيم، أسلمت لرب العالمين، آية أخرى، وأنا من المسلمين. وهكذا بقية النبيين، ما أريد أخذ من وقتي كثيرا. رسول الله يختلف يختلف يختلف. كيف يختلف؟ القرآن الكريم لما يتكلم على لسان النبي يقول هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. عجيب. نوح من المسلمين، إبراهيم وأنا من المسلمين، رسول الله وأمرت لأن أكون أول المسلمين، أو مو من أول المسلمين. أي أولية هذه؟ أولية في هذا العالم، عالم الشهادة، أخو رسول الله خاتم النبيين صلى الله عليه وآله. القرآن يتكلم هنا عن أولية الخلقة، ونحن في محطة خلقة رسول الله صلى الله عليه وآله. أولية الخلقة، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، أصلا قبل الملائكة. الملائكة مو قبل الخلق، أهل البيت قبل الملائكة، النبي وآله. ولهذا الإمام الصادق يسأل بين قوسين، وأرجع البحثي: يا ابن رسول الله، الملائكة ليش تخدمكم في بيوتكم؟ قال: لنا عليهم حق التعليم، احنا أساتذتهم. شلون حق التعليم؟ قال: إيه، أول ما خلقنا الله تعالى، من بعدنا خلق الملائكة. الملائكة ما تعرف كيف تعبد ربها، تشكر ربها. أهل البيت يقولون: فكبرنا، كبرت الملائكة، سبحنا، سبحت هلل، وهكذا. أصلا إحنا علمنا الملائكة كيف تعبد ربها، إحنا علمنا، ولهذا لنا عليها حق التعليم، ولهذا كنت تخدمنا في بيوتنا. ما هم النبيين محكومين، إن النبيين الله ما أعطاهم النبوة إلا بالإيمان بين الملائكة، شلون؟ ولهذا بعد لا تستغرب لما الإمام الباقر في رواية صحيحة السند يقول: لقد فرض الله ولاية فاطمة على كل نبي وملك ووحش وطير وجن وإنس. الله فرض ولاية فاطمة، فرض ولايتها بسورة آل عمران، موجود هذا المعنى. نعم، أي موجود سورة آل عمران، هذه الحقيقة القرآنية. لكن كثير من المسلمين ثقافتهم قرآنية، ما يعتقد أصلا، ما يعتقدون، ما يفهمون أصلا، ما متبلور الصورة عندهم، ما واضحة، صورة ضبابية عندهم مع الأسف في هذا المجال، مع أنها حقيقة قرآنية. كل ما قاله أئمتنا قرآني. لن يفترق، رسول الله قال لن يفترق. وفي آية أخرى: أمرت لأن أكون أول المسلمين، آية أخرى القرآن تكلم عن لسان النبي، وأنا أول المسلمين. نوح من المسلمين، إبراهيم من المسلمين، بقية النبيين من المسلمين، رسول الله أنا أول المسلمين. ولهذا آل البيت في قوله تعالى: وإذا أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. الإمام الصادق يقول: أول من قال بلى رسول الله، ولهذا فضل على الأولين والآخرين، باعتبار السابقون السابقون أولئك المقربون، سبق الخلق إلى قول بلى، بل سبق الخلق بخلقته صلى الله عليه وآله. خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت، يعني من النور إلى النور. في عالم الملكوت أنتم نور، في عالم الملك أنتم نور، في كل العوالم أنتم نور يا آل محمد. يقول له: يا ابن رسول الله، أدخل عليك، كلامك ينعش صدري، ينعش قلبي، ينعش أحاسيسي، كلامك جوهر. الإمام قال له: وهل الجوهر إلا الحجر، كلامنا نور. في زيارة الجامعة: كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير. و و و زيادة عظيم لو تكتب هذه الزيارة بالذهب على مراقد آل البيت عليهم السلام. زيارة الجامعة العالية المضامين المعصومة. وأنا أول المسلمين. رسول الله صلى الله عليه وآله كما بينا في سورة آل عمران أمر
أمر كل الأنبياء أن يؤمنوا به وينصرونه من خلال عترته عليهم السلام، ولهذا كلهم بشروا به. يا أخي أصلا هي نفس هاي الخصوصية هم في رسول الله حصرا صلى الله عليه وآله، وعترته طبعا كما سأثبت ذلك، ما موجودة لغير النبي. نبي بشر بنبي، رسول الله كل النبي بشروا به. آدم بشر بزكريا، آدم بشر بإدريس اللي جاء من بعده مثلا، إدريس بشر بنوح مثلا، نوح بشر بموسى مثلا، كل النبيين بشروا بمحمد صلى الله عليه وآله، وهذه أيضا خصوصية لرسول الله ما أعطيت لغيره. هاي كدراسة مقارنة، كل النبيين بشروا برسول الله صلى الله عليه وآله، هو هاي له حصرا، حصرا له. ما أعظمك يا أبا الزهراء، أقف حائرا، والله أقف حائرا، ما أعظمك، ما أثقلك، ما أخطرك، ما أروعك. شنو أنت يا حبيب الله؟ شنو أنت يا مولاي؟ فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين، حيث لا يلحقه لاحق ولا يدركه، شو لا يسبقه سابق ولا يلحقه لاحق. زيارة الجامعة حقائق قرآنية، كل فقرة من فقرات الجامعة الكبيرة حقيقة قرآنية، ولعلي أثبت ذلك في يوم من الأيام إذا وفقني الله لي الوقوف على فقرات هذه الزيارة العظيمة. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول، ومبشرا ومبشرا، كل النبيين بشروا برسول الله، وهذا خصوصية له صلى الله عليه وآله ما صارت لغيره أبدا. ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد صلى الله عليه وآله، هاي في سورة الصف آية 6. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، أي سبحان الله سحر. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، الأعراف 157. رسول الله بشرت به التوراة وبشرت به الإنجيل والصحف إبراهيم وموسى وزبور داود، الكتب السماء، الأنبياء، أوصياء الأنبياء كلهم بشروا بمحمد وآل محمد. لعل قائلا يقول آل محمد وين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كتبنا في الزبور، في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هاي خصوصية للنبي وآله، أن كتب السماء وأنبياء الله كلهم بشروا بالنبي وعترة النبي، بشروا بهم. أصلا كانوا إذا يردون يريحون أقوامهم يسولفوا لهم عن النبي وآله، يظهر هاي مجالسنا اللي نعقدها للنبي وآله وإحياء أمر آل البيت، هذا موجود بزمن آدم، وهذه مسألة والله تحتاج إلى دراسة، صدقوني تحتاج إلى دراسة، أنه مجالس الحسين ومجالس آل البيت عليهم السلام من زمن آدم كانت تعقد. أحيوا أمرنا من زمن آدم موجود، رحم الله أحيا أمرنا بزمن آدم كان. بعض الجهل الآن يقول شنو هاي المجالس، بابا هاي أنت تقطعها، من زمن آدم لليوم هاي مجالس أحيوا أمرنا موجودة للصادق نادبية. أحيوا أمرنا من زمن آدم، آدم بدأ يحيي أمر محمد وآل محمد، أنت في آخر الدنيا جاي تقطعها أو تمنعها؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ فالكلام هذا، من أنت حتى تقطعها؟ فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، صرخة مدوية لليوم، يزداد انتشار هذا الأمر يوما بعد يوم. ها هي شعائر الحسين، ما بقت بقعة من بقاع الكون ما فيها شعائر الحسين، وهاي السنة أتصور رأيتم ذلك بأم أعينكم من خلال الفضائيات وغيرها، ما بقيت بقعة في الأرض ما فيها شعائر الحسين ومجالس الحسين. وأحيوا أمرنا من زمن آدم كان يحيي أمرهم، ما بعد آدم كل النبيين يحيون أمرهم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، هاي بس لمحمد وآل محمد. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا، طبعا سوى الذين معه شنو تفسيرها، هذا حشي طويل، هنا أنا أكو كلام مفصل أنا مبين على المنبر، منبر الحسين المبارك، منبر الحسين الشريف،
شنو الذين معه، شنو أنواع المعية في القرآن، أبحاث مفصلة أنا طارح هذا المنبر. الآن هذا مو وقتها واقعا. رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة محمد وآل محمد، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه في سورة الفتح. وهكذا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، ربنا إبراهيم، ربنا موسى، عيسى، توراة، إنجيل، زبور، كلها بشرت بالنبي وآل النبي. وهذه الخصوصية لهم حصرا، ما موجودة لغيرهم في القرآن الكريم إلا لهم صلوات الله عليهم أجمعين. وما أكثر خصوصياتهم في القرآن، غيرهم شيء، هم شيء آخر. ما أدري هل يتعظ المسلمون من هذه الآيات أو يحتاجون إلى آيات أخرى أكثر حتى يعتقدون بهذه الحقائق القرآنية. مثلا وإحنا في محطة خلقة رسول الله وآل رسول الله تختلف عن غيرهم، أول ما خلق الله النبي وآله صلوات الله عليهم أجمعين. مثلا بما تبقى لي من الوقت، بما تبقى لي من الوقت، وإحنا في نفس محطة الخلقة في المحطة السادسة من بحثنا الدراسة المقارنة، الإمام سيدي ومولاي جعفر ابن محمد الصادق، وهذه أيام ولادة الإمام الصادق سيد العلم والعلماء، روحي فداه. الإمام الصادق يقول في قوله تعالى، وهي دعوة أطلقها من قناة الإمام الحسين ومن جنب قبر الإمام الحسين وقبة الحسين، أطلقها للمسلمين جميعا، ارجعوا إلى تفسير آل البيت، ارجعوا إلى كلمات آل البيت في تفسير القرآن الكريم وتأويل القرآن الكريم ومعرفة بطون وظهور وتخوم القرآن الكريم. الإمام الصادق في قوله تعالى هذا نذير، أنا أصور أحتاج إلى وقت لعله وأجل الكلام الليلة الآتية، لكن بما تبقى لي من الوقت، القرآن يتكلم عن المنذرين، آيات منذرين، وإن من أمة خلا فيها نذير كذا كلما ألقي فيها فوجس خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير. نذر 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 نذر، آيات النذارة في القرآن كثيرة جدا، والنذر لما يوصل لرسول الله يتكلم عن نذارته بطريقة خاصة، هذا نذير من النذر الأولى. هاي الأولى شنو الأولى؟ البقية نذر، لكن رسول الله من النذر الأولى. في آية أخرى هو إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، أي قبل، وأنا أول المسلمين من النذر الأولى من قبل. هاي كلها تشير إلى حقيقة خلقته من نورية اللي سبقت الخلق صلوات الله عليهم أجمعين. شوف القرآن شو يسوي، هاي الخارطة القرآنية، الشبكة المنظومة هاي العجيبة من الآيات اللي لما تجمعها تطلع بنتائج عظيمة في الواقع. وهذا كله مأخوذ من كلماتهم يا إخوان، صدقوني أحبابي، كل ما أقوله أنا مأخوذ من كلماتهم عليهم السلام، استفدته من كلماتهم. وهل العلم إلا عندهم. القرآن الكريم لما يتكلم عن نذارة النبي يقول هذا نذير من النذر الأولى. طبعا تكملة كلام الإمام الصادق فيما قاله في هذه الآية وأجله إن شاء الله تعالى للحلقة الآتية باعتبار وقت شرع الانتهاء، وأنا كنت أريد أقرأ الرواية الشريفة لكن أؤجلها حتى أعطيها بعض حقها الرواية الكريمة إلى الليلة الآتية إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا وانتظرونا. أطلب من الله بمحمد وآل محمد أن يهدينا إلى فهم هذه الحقائق القرآنية العتروية، أن يهدينا إلى القرآن والعترة، أن يهدينا إلى هدي آل محمد الكرام، أن ينور قلوبنا بنور القرآن والعترة الطاهرة، القرآن الصامت والقرآن الناطق، إن الله سميع الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.